وقت اللي ماشي يتولى الشأن الديني ناس ما عندهمش علم بالشريعة وما عندهمش علم بالفقه وما عندهمش علم بالتوحيد وما عندهمش علم بقول صلى الله عليه وسلم يسيروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، شيء طبيعي ماشي. أما تو ما نخافش بإذن الله، الشأن الديني الآن لا بس عليه بإذن الله، لا بس علينا، لا بس بإذن الله، وتونس لا بس بإذن الله سبحانه وتعالى. والجامع اللخمي يا سيدي جوا زاروا زوزرة من الشؤون الدينية، وحضر واحد منهم الخطبة بتاع الجمعة وما قالش لو هذا فيه مش ولا كذا ولا كذا. مش ربما سي عبد العزيز التركة السابقة هي اللي خلتنا في هذه التجاذبات وهذا الجدل، لأنه أحلام الحشيشة أشارت للفترة اللي أشرف فيها السيد رضا الجوادي على الإمامة في جامع اللخمي. يا سيدي يا سيدي هاكي حق الرد للشيخ اللي جددته الشيخ رضا الجوادي. أنا نتكلم تو على اللخمي تو اللي خذيته أنا عندي 4 سنين تو. هاك اللي تكلمت عليه هي تتحمل مسؤوليتها أمام الشخص اللي عنده حق الرد كيف ما أنا عندي حق الرد على جامع اللخمي تو. واضح. هو إذا كان سمع التصريح هذا يمتعها هو عنده الحق الرد فيما قالته. أنا تو الرد على أن جامع اللخمي شرف أنه ينسب إلى أحد أعلام الأمة سيدي أبي الحسن اللخمي، وأن فيه كانت أئمة في عبد المجيد الحاج قاسم وفي أحمد جبير وغير من هذوما، وتو الحمد لله ربي كلفني بهذه المهمة. إن شاء الله نكون أهلها ولن 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 يكون ما جامع اللخمي سكنة كما قالت هي، بل منارة تهدي الناس إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله، وهي ندعي لها للهداية، هداها الله لما يحبه ويرضاه.